اه والله. الو، اه يا دكتور. لا انا لسه مخلص لجنه الاستماع دلوقتي، ومعايا فنانه شابه اسمها رنا. اه بس بعد كده رايح مشوار، عارف انه مقرف بالنسبه لك لكن ضروري بالنسبه لي. لا يا ستي، رايح عند اختي فايزه، وافقت على ان استقبلني انا ورنا، وفي السكه هنتكلم انا وهي شويه في الشغل. انا عارف ان المشوار ده لو كان على مزاجك كنت قلت لك تعالي معايا، لكن معلش بقى يا منير. طيب يا حبيبتي، طيب مع السلامة. مع السلامة. فؤاد بيحب الأطفال قد إيه؟ ربنا يديله يا رب. ونعم بالله، بس برضو ربنا يعرفوه بالعقل. أنا آسفة قوي يا مدام فايزة، أنا ما أقدرش أتكلم، أخوك يزعل مني، وأنا ما صدقت صالحته. أصل أخوك ده بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، تقريباً هو مستقبلي الفني كله. إذا كان هو مستقبلك الفني فعلاً زي ما بتقولي، أكيد يهمك مستقبله العائلي. أخويا في محنة، أنا حاسة بيه. فايزة بطلي رغي يا حبيبتي. شفتي بقى؟ العشاء جاهز، هقوم احضرك. ماشي. حد يبقى عنده اخت لطيفه وحبوبه كده وينساها يا موسيقار؟ رنا، لو سمحتي ما تتدخليش في الخصوصيات. سوري، افتكرت نفسي يعني لما دخلت البيت اني واحده منه. قولوا لي يا اولاد، ايه بقى اكتر اغنيه بتحبوا تسمعوها؟ سمعوها لي. قوم وقف وانت بتكلمني، قوم وقف بص لي وفهمني، ولا تتكلم وانا بتكلم، وان غلطت ابقى امشي وسيبني. شفت بقى يا استاذ، الفيديو كليب لغه العصر، وادي الدليل قدامك اهو. انا اعمل فيديو كليب من بتوع اليومين دول؟ مستحيل طبعا. هو اللي بينجح المطرب ويوصل صوته للناس. كويس قوي، انت بتقول صوته، يبقى ماله بقى ومال الرأس والذي منه. شيء لزوم الشيء زي ما قال فناننا الكبير نجيب الريحاني. هي يا استاذ سامح، ما تتكلم، انت ساكت ليه؟ الحقيقه الباشمهندس غرض ويخدمك يا انسه هدير، وعاوزك كمان تبقي نمره واحد، خصوصا ان صوتك حلو وفي امكانيات هايله بشهاده الجميع. استاذ سامح، انا فاهمه وعارفه كل حاجه، إن في دلوقتي قنوات غنائية وموسيقية متخصصة، يعني المطرب لازم يكون متواجد بصفة دايمة. طيب يبقى احنا كده متفقين. متفقين على ايه؟ إن نعمل الفيديو كليب بالطريقة بتاعت اليومين دول؟ سوري يا أستاذ، يفتح الله. أستاذة هدير، أنا عايزك تبقي بنت عصرك. أنت تعبت نفسك معايا أكتر من اللازم. اسمعيني كويس قوي يا أستاذة هدير، الاستوديو ده كلهم بيدخلوا أصوات بالجملة،
احنا بقى مش لجنة استماع عشان نقول ده حلو وده وحش، لا، احنا تحت امر اي حد يأجر للاستوديو ده، لكن حضرتك بقى حالة خاصة. حالة خاصة بالنسبة للاستوديو ولا ادارة الاستوديو؟ ما تجاوب يا فالح. ويجاوب ليه يا سامح؟ السؤال ده بقى بالذات مش محتاج اجابة. ايه بس لزوم الكلام ده؟ عايز تعرف ايه لازمته؟ يا ريت. اوكي، يا ترى الاستاذ فؤاد مشغول بايه دلوقت؟ يعني تلاقيه عنده لجنة استماع او في ايده موسيقى تصويرية لاي مسلسل، او لقى صوت جميل يرجعه للذي مضى. لا 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 لا، ده خط احمر يستحسن ما نقربش ليه. على العموم انا عارفه ان اللي اسمها رنا دي تلقيحه وراميه جدتها وبتتعامل بفلوسها. الاستاذ فؤاد سمعها وقال ان صوتها ضعيف. مش مهم اللي يقوله، المهم الفعل، والاستاذ فؤاد بشر. بقول لك ايه يا هدير، ما تخلينا في شغلنا احسن. ما هو ده صميم شغلنا يا باشمهندس يا مايسترو. انا اختك حبيبتك وتهمني مصلحتك، مش عايز تسمعني ليه يا فايزه؟ البنت اللي بره دي كانت هتموت علشان تشتغل معايا، وعلاقتي بيها محدوده ولازم تفضل محدوده. بلاش العنطزه الزايده دي، انت فنان وهي فنانه وضروري تتعاون معاها. بالعكس، هي ليها طريقه تفكير وانا ليا طريقه تفكير. بعدين يا فايزه دي هي جيل وانا جيل تاني خالص. جيل ايه بس؟ جيل ايه؟ انت لازم تسير العصر، وشابه مليانه حيويه زي رنا هتجبرك تغير اسلوبك وطريقه شغلك. اقول لك على حاجه وما تزعليش مني. قول. انت بتورطيني فيها. نعم. ايوه طبعا، مش انت اللي قلت لي هاتها معاك في ايدك مفيش اي مشكله، دلوقتي عايزاني اشتغل معاها وبطريقتها. خايف من منيره؟ لا، خايف على منيره، في فرق يا فؤاد. العمر بيجري ومفيش داعي للفلسفه. يا فايزه انا طول عمري ما احبش التهور. يا اخويا يا حبيبي، البنت حلوه وشطانه فيك، وهي فرصه تجدد شبابك في الحياه وفي شغلك كمان. ايه ايه، حيلك حيلك، واحنا خلاص اتجوزناها، البنت ما عندهاش اي فكره عن الكلام اللي احنا بنقوله ده. ودي تيجي برضو يا موسيقار، دي هتموت عليك. طب انت اقول اوكي كده ولا اقول لك من غير ما تقول؟ يعني ايه؟ يعني انت وقعت ولا حد سمع عليك؟ أحلى فايزة في الدنيا، الحمد لله يا رب إنك وصلتني لسكتها، الحمد لله. فضل حبيبي. ميرسي، تسلم إيدك. شايف الكلاب دول جمال ازاي؟ يا روحي ربنا يخليهم، فعلا حلوين قوي فؤاد. طب عشان الحلاوه دي بقى وبالرغم من سؤاله فايزه، مش واجب برضو ان احنا نقول لجيني كل سنه وهو طيب؟ فؤاد انت كده بتحرجني. عشان خاطري وحياتي عندك. فؤاد افرض بقى قالت لي كلمه كده ولا كده قدام الناس، اعمل ايه انا؟ كده ولا كده ايه؟ بس كلمه كده ولا كده ايه؟ ما تقدرش في مناسبه زي دي وانا موجود معاكي. ثم انا اشترطت عليها ان هيبقى الحفله صغيره بينا وبين بعض ومفيش ناس اغراب خالص. فؤاد حقيقي؟ حقيقي. بجد؟ بجد. خلاص خلاص يا حبيبي، هاجي معاك. ميرسي يا حبيبي. Ah!
الاطفال دي عشان نراعي شؤون منيره. يا سلام، هو في عيد اطفال من غير اطفال؟ ايوه كويس، كان ممكن تعملي حفله بعد كده في النادي او في اي حته تختاريها وانا احجز لك، بس مفيش فايده، دماغك ناشفه. دول ولاد الجيران وجيمي وجيجي هم اللي اصروا يجيبوهم. طيب روحي اقعدي مع منيره احسن عيد كده. اوي اوي. اهلا يا دكتوره. اهلا بيكي. يا سلام، الاولاد حلوين قوي ما شاء الله عليهم، ربنا يخليهم. نعمه من عند ربنا فعلا، الاولاد زينه الحياه في الدنيا. محدش يقدر يقول غير كده يا فايزه، لكن انت عارفه انه ربنا هو اللي بيرزق وهو اللي بيمنع. ما تزعليش مني يا منيره، انت علاجك اتاخر قوي، حالات كتير قوي زيك واصعب منك وخلفت. ما انت عارفه يا فايزه وعلى ايدك كمان، انا عملت كل اللي اقدر عليه، لكن هعمل ايه، ربنا مش رايد. وعلى كل حال الحمد لله على كده. عندك حق، ما انت مشغوله بالجامعه والجمعيه ونشاطاتك، الله يكون في عون اخويا ويصبره. بيتهيألي ان فؤاد عارف الكلام ده كويس. واحب اقول لك، الناس بتجيب الاولاد عشان يتربطوا ببعض، لكن الحمد لله انا وفؤاد مربوطين بحبل متين قوي محدش يقدر يقطعه. امال جوزك فين؟ اتصل بيا وقال لي زمانه جاي. ها، ايه اخبار السلام الاجتماعي؟ السلام الاجتماعي، ما انت عارف فايز اختك ما تتوصلش، قايمه بيه على احسن ما يكون. طبعا اذنكم هروح اشوف الاولاد. اتفضلي. الله، دي رنا. ايوه يا رنا يا حبيبتي، انت فين؟ دي رنا، اكتشافك جديد لفؤاد اخويا، صاروخ يا دكتوره، صاروخ ارض جو ملوش حل. وماله، بس برضه في حاجه اسمها صواريخ مضاده تعرف تحجم النوع ده بالذات. لا لا يا رنا يا حبيبتي، انت تسيبي كل حاجه في ايدك وتيجي تشرفيني حالا، احنا قاعدين قاعده عائليه وانتي مش غريبه. قلتي ايه بقى يا عسوله؟ انا اللي اجي؟ ها طلعوا كام؟ كده 7350. يعني فاضل لك كام على المهر؟ على الاقل اكملهم 10. مش كتير يا عنتر يا ابني. ما احنا اتفقنا مع ابو العروسه، واحنا هنفاصل ولا ايه؟ انت ملهوف على الجواز يا واد يا عنتر؟ يا ام على الاقل اجيب لك واحده تخدمك. لا يا حبه عين امك، كفايه قوي تخدمك انت واخواتك، انا متعوده على خدمه الناس. بالمناسبه بقى، هي ست الدكتوره مش هتساعدني في مصاريف المهر. يعني يا ابني هروح اطلب منها فلوس كده عيني عينك؟ وفيها ايه؟ ما طول عمرها بتقول ده عنتر ده زي ابني. واكتر كمان، بس البني ادم مننا لازم يبقى حسيس وعنده دم. طيب انا هروح بقى اعزمها على الفرح، واللي في الخير يقدم ربنا. ما تتعبش نفسك، الست الدكتوره سخيه وايدها فرطه، مش محتاجه منك ده كله. كده بقى بلغ خالي. هاي. اهلا 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 بيك. اهلا فايزه. اهلا 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 وسهلا. على فكره يا فايزه، انا حكيت لبابا اللي عملتيه معايا. الحقيقه بقى رنا موهبه جميله قوي ولازم نشجعها، وبعدين انا عارفه فؤاد اخويا دماغه ناشفه قوي. رنا بالنسبه لي اغلى حاجه في الدنيا، يا رب نجاحي في شغل هانم. انا عايزها تبقى المطربه الاولى في مصر، حتى لو وصيت على ان هعمل لها محطه تلفزيونيه خاصه بيها. انا عايز سيادتك يا جوده بيه تكون مطمئن تماما، وتعتبرني انا شخصيا، قصدي يعني انا وفايزه مسؤولين عن رنا لغايه ما تبقى نجمه مصر. بصراحه يا شفيق بيه ما اخبيش عليك، العمليه الاخيره اللي عملناها سوا خلتني اثق في دماغك وطريقه تفكيرك. بس اذا جيت للحقيقه بقى، الفضل كله يرجع لفايزه، هي اللي رسمت وهي اللي خططت وخلت رنا تستنى فؤاد على باب ماسبيرو، وادي الخطه نجحت اهي. فؤاد عقليه متطوره، وزي ما رنا محتاجه خبرته هو كمان محتاج حيويتها، وهي دي بقى الخلطه السحريه. يعني الاستاذ فؤاد مقتنع بكده؟ اعتبره اقتنع وشبه اقتناع كمان.
على فكرة بقى، أنا كنت فاكرة إن الأستاذ فؤاد واللي زيه أولد فاشن، لكن لما اتكلمت معاه حسيت قد إيه هو إنسان ليه تفكير محترم، وحسيت إن هو الخلطة السرية للنجاح مهما عرفت ملحنين شبان. هايل هايل، أحسن حاجة نعملها دلوقتي نكلم فؤاد على الموبايل ونقول له يجي يتعشى معانا هو والمدام، وهي فرصة نتعرف ونكمل كلامنا. لا لا يا جودة بيه، فؤاد أخويا ما بيحبش كده. أمال يجي إزاي؟ ده بيزنس. معلش بقى يا جودة بيه، أنت عارف الفنانين ومزاجهم، دول حكاية تانية خالص. بليز يا بابي، أنا ما صدقت إنه رضي عني. هو أخوكي ما بيحبش الفلوس يا مدام؟ لا لا، فلوس إيه؟ فؤاد أخويا لو ما كانش يقتنع باللي بيعمله لا يمكن يقرب لها أبدا، حتى لو هياخد مال قارون. غريبة، لسه في حد عايش بالعقلية دي يا مدام؟ في يا جودة بيه، في ده، حتى مراته زيه بالظبط، وهي بقى إيه، أستاذة جامعية ومشهورة وبتدافع عن نهر النيل، أصلها بقى يا سيدي رئيس الجمعية شريان الحياة. طيب ما تيجوا نلعب لعبة حلوة. إيه ده؟ هو حضرتك عندك وقت للعب يا جودة بيه؟ وماله؟ نلعب لعبة سوا. لعبة؟ إيه يا جودة بيه؟ أنت ليه في مسائل اللعب والحاجات دي ولا إيه بالظبط؟ نشوف فؤاد والدكتورة مراته بيكرهوا الفلوس فعلا ولا هما من نوع التقيل اللي بيعلوا سعرهم بصنعة لطافة. ها قلتوا إيه؟ العصر يعني تعجب اللحن اللي انا بعمله ده اهوت يا منيره؟ مش علشان البنت اللي اسمها رنا دي؟ ايوه يا ستي هي. تعرف هي حلوه قوي واللحن لايق عليها. حلوه؟ انت شفتيها فين؟ قدام مبنى التلفزيون وحضرتك واقف معاها. ايوه صحيح افتكرت. لكن سيبك بقى من الكلام ده وتعالى هنا قول لي، هي تعرف فايزه اختك منين؟ لا هي ما تعرفهمش، هي عرفتها لما راحت معايا عندهم، وعلى فكرة هي حبتها قوي. طبعا لازم تنبسط منها، ما هي فايزة اختك وجوزها ما يتوصوش. منيرة من غير زعل، انا طول عمري بحترم اهلك وانت كمان لازم تحترمي اهلي. الله، ومالك يا اخي اتعصبت كده ليه؟ انا بتكلم كلام عادي. ثم ان اختك فايزة هي اللي طول عمرها بتكرهني من يوم ما ارتبطنا لحد النهاردة. اوه ده كلام قديم، مش عايزين نرجع له تاني. اوكي خلينا في اللحن الجديد بقى اللي اسمه رنا. يعني ايه بقى اللحن الجديد اللي اسمه رنا؟ يعني زي اللحن اللي قبله اللي اسمه هدير، فيها حاجه دي؟ لا ده فيها حاجات كتير قوي، احنا فاهمين بعض كويس. تاني هتتعصب تاني؟ طبعا، لان طريقتك في الكلام تغيظ، وبعدين انت عارفه كويس قوي اني ما بحبش المناقشات وانا بشتغل. حقك عليا. تحب سيادتك تشرب حاجه، قهوه مثلا؟ لا متشكر. امال فين ام عنتر؟ ام عنتر في اجازه، هتجوز ابنها عقبال الحبايب. ايه ده؟ ايه طريقه الكلام دي؟ ايه الاسلوب ده في الكلام؟ انا عمري ما سمعتك في حياتي بتكلميني بالطريقه دي. وانا عمري في حياتي ما شفتك بتنرفز وعصبي بالشكل ده. انت اضرب نفسك يا موسيقار. ياه ده اتهام بقى. سميه زي ما تسميه يا استاذ فؤاد. انت شفت مين اللي قاعد في الصف الاول؟ دي الدكتوره منيره. وايه الغريب في كده؟ يا اخي انت فاهمك بطيء اليومين دول. اشمعنى؟ عمرك شفت الدكتوره منيره بتحضر حفلات؟ وفيها ايه يا اخي يعني لما تيجي النهارده عشان تسهر لها سهره حلوه؟ انت عارف ان هدير هي اللي عزمها بالتليفون شخصيا وقالت لك من غير ما تقولي يا استاذ؟ ده شغل حريم خمس نجوم. يعني هدير عايزه تصاحب منيره عشان تبقى جوه بيت فؤاد؟ وليه ما تقولش ان هدير ومنيره عملوا جبهه واحده لما ظهرت رنا عشان ما تاخدش الجو منهم؟
وهي دي بقى الجبهه اللي انت عايز تنضم لها هي كمان، وساعتها بقى هتبعد فؤاد عن هدير وتفضلك، مش كده؟ لكن ده بعيد عن شنبك يا باشا، بكره هتشوف وهتعرف ان كلامي انا هو اللي صح. اهلا يا منيره. اهلا، ازيك؟ ايه الصدف السعيده دي؟ دي جايه تسمعي هدير؟ لا يا حبيبي، انا جايه اسمع الحانك يا استاذ فؤاد. انا بقى رنا، الصوت الجديد اللي الاستاذ فؤاد بيراهن عليه. الصوت الجديد؟ بس على الله يكسب الرهان. اللي اعرفه عن الاستاذ فؤاد انه متعود دايما يكسب. طبعا. انا بشوف بقى يا استاذ، انا حضرتك تقعد كده مع الدكتوره منيره وانا اخد الانسه ونروح نقعد هناك ولا ايه؟ اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. اتفضلي يا رب. بس كده بقى كملت على الاخر. انت شفت فؤاد؟ الناس كلها شافته. لقوا ايه؟ ومعاه السنيوره بتاعته. افتكر المشهد ده هيخلص عليه. انت طبعا عايزه ينتهي بحريقه. لا يا راجل، حريقه ايه؟ انا عايزه ينتهي النهايه الطبيعيه. يلا تعالى. ساكت ليه؟ هو بعد الحب ايه؟ قولي مالك ساكت ليه؟ هو بعد الحب ايه؟ قلبي كان مليان بنورة وانطفى بقسوة غرورة. قلبي كان مليان بنورة وانطفى بقسوة غرورة. بعد ما سلم واللي مالك ساكت ليه؟ واللي مالك ساكت ليه؟ نهر الهوى والشوق يا نايا أسراره، مين اللي يقدر مين يتحدى طياره؟ نهر الهوى والشوق يا نايا أسراره، مين اللي يقدر مين يتحدى طياره؟ انت الصفا والندى والصوت كمان انا عمري ما شربت سجاير ولا قهوه ولا اي حاجه خالص. بس اللي بنشوف في الافلام والمسلسلات، الانسان عشان يفكر لازم يكون ماسك في ايده سجاره وقدامه فنجان قهوه. فما بالك حضرتك بقى بالكتاب والمؤلفين؟ عمر التدخين ما كان ليه علاقه بالتفكير، بالعكس انا بعتبرها عاده سيئه قوي او صوره فيها مبالغه، زي بالظبط منظر البار اللي كان موجود في كل بيت في افلام السينما القديمه. يعني حضرتك عمرك ما شربت سجاير ولا حتى جربتها؟
ومع ذلك انت شغله نفسك ليه بالحكايه دي؟ للاسف ان زمايلنا اللي لسه طلبه عايشين في الدور، وكل واحد فاكر نفسه محمد حسين هيكل. لحظه من فضلكم، لحظه من فضلكم، عاوزين نتكلم مع حضرتك في المفيد في شغل الصحافه. سجاير ايه ولعب عيال ايه؟ طيب اتفضل استريح. من فضل حضرتك يا استاذ ناصر، انا بتكلم في المفيد لان الصحفي واي انسان عباره عن ظاهر وباطن، بس الظاهر هو اللي قدامنا وسلوك صاحب القلم محسوب عليه. لو سمحتم من فضلكم، لو سمحتم، ده تهريج. على فكره لو انتم مقتنعين باللي انتم بتعملوه ما كانش ده بقى تصرفكم. السلوك الغلط دايما بيودي صاحبه للتصرف الغلط. يا ناصر بيه، احنا بشر مش ملايكه. مظبوط، بس ده مش معناه تبقى ملاك. الندوه انتهت، عن اذنكم. ايه رايك بقى في خالي؟ هايل يا نهار، محاضر مدهش ولبق قوي. طب ما تيجي نسلم عليه؟ لا 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 لا، خليك ناصر شكله كده خارج زعلان من الندوه، يعني مش وقت كلام معاه. يا بنتي هو انا طالبه؟ ده خالي. طيب خلاص روحي انت لخالك وانا هستناكي في المكتب. براحتك، ما تتاخريش عليا. حاضر. خالو خالو، استاذ ناصر ممكن اسلم عليك؟ سلمي واتكلمي. امال فين نصك التاني؟ قصدك على انوار؟ هو في غيرها؟ انا كنت شايفها قاعده جنبك في الندوه. اصلها بصراحه مكسوفه تيجي تكلمك. البنت دي حالة نادرة قوي. نادرة؟ هي فين دلوقتي؟ النادرة؟ أيوة يا خبيثة هانم، عايز أسلم عليها. معقول يا خالو هتروح تسلم عليها وانت يعني؟ وانا ايه؟ بيقولوا عليا قليط ومغرور، مش كده برضو؟ كده. بس في حاجة مهمة عايزك تعرفيها، في فرق بين كرامة البني آدم وسط الناس، وفي فرق بين كرامة البني آدم في شغله. أنا يمكن أكون طاووس بألمي، لكن غلبان، غلبان قوي في حياتي. ايه رايك في الندوة؟ الحقيقة انا ما شفتش فرق كبير بين اسلوبك في الكلام واسلوبك في الكتاب. أنا آسف للإزعاج يا هانم، لكن اللي عرفته من وجبة بلغك بيه. هتكلم يا هانم هتكلم، بس أصل اللي عرفته يخص الأنسة أنوش والأستاذ العبقري ناصر. إيه؟ واللي اسمه ناصر ده قابل بنتي فين وإزاي وإمتى؟ ما تتكلم يا أستاذ خليل. ممكن بقى تبقي ريلاكس شوية؟ اتفضلي اشربي العصير ده. ريلاكس إزاي بقى؟ دي اخر حاجه كنت اتوقعها. انا مش فاهمه انت بتغلي كده ليه. واحد وراح يعمل ندوه في كليه الاعلام وبنتك بتدرس هناك، انا شايفه انه عادي جدا انها تقابله وتتكلم معاه. بس اللي مش عادي بقى انها تقف تسلم وتدردش معاه، ومعاها بنت اخت الاستاذ اللي هي في نفس الوقت صاحبتها اللي سبق وقابلته معاها يوم ما خرجوا يتصرمحوا في الشارع. قصدك على المغامره اياها؟ وحكيت لك عليها وقلتيلي عادي دي مجرد صدفة. بس هي بقى مش مجرد صدفة ولا حاجة، دي متوضبة ومتدبرة، وانا اللي نايمة على وداني. انا مش عايزاكي تاخدي كلام اللي اسمه خليل ده على انه صح قوي كده. يعني يعني تدوري في اوضتها، تفتشي في ورقها، يمكن تلاقي حاجة كده ولا كده، وساعتها بقى كل شيء قدامك هيبقى واضح. انا خايفة قوي يا هيفاء، ناصر ده جبار، ممكن يلعب بدماغ البنت وانا بنتي ساذجه، ساعتها يبقى رد لي القلم، ولو عمل كده يبقى كتب شهاده وفاته بايده.
زمان ليلى هانم بتغلي وانتي ولا كأنك عملتي حاجة. هقل البركة في سيادتك يا أستاذ خليل، ما انت اللي وصلت الرسالة. لكن قولي لي يا عفريتة، انت شفت نصر وأنوش ازاي؟ أبدا يا سيدي، قريت يافطة عن الندوة اللي هو عاملها، قلت أسمع وأغلس عليه، ما هي كانت مفتوحة لطلبة الجامعة كلهم، وصلت متأخرة، وده بقى كان من حسن حظي، لأنه زعل وساب الندوة ومشي، وفي الجنينة شفت المنظر اللي قلت لك عليه. هأما أنا متغاظة من البت أنوش دي بشكل، عاملة فيها ربع العدوية. يا ساتر، أنتِ ده أنتِ مخزن شر يكفي قاره في حالها. بعد ما عندكم يا أستاذ خليل. تسأليني بدور في اوضتك على ايه؟ ما هي باينه. باينه وباينه قوي كمان، وبخط ايد الاستاذ العبقري. ما فيهاش حاجه، اي مؤلف بيهدي كتب للقراء، واي مؤلف بقى بيكتب انوار وكفه. هو حضرتك زعلانه من ايه بالظبط؟ انا زعلانه عليكي مش زعلانه منك. نعم، ناصر ده اكبر منك في السن وبيحاول يتقرب لك عشان ينتقم مني ومن ابوكي. ومين قال لحضرتك ان انا بيني وبينه حاجه؟ لانك قابلتيه مره بالصدفه، بس المره التانيه ما كانتش صدفه. واهتمامك الزياده بيه اليومين دول بدون اي مقدمات واي مناسبه. انا في كليه اعلام وهو صحفي كبير، طبيعي اهتم بيه نفس المهنه. حكايه كده وبس؟ ماما انت عارفه ان انا مش بتاعت حكايات. أنوش انا خايفه عليكي. ماما من فضلك اسمي انوار. أنوار يا حبيبتي يا روح قلبي، طول عمري بقولك اخرجي وتفسحي ولبسي زي البنات واعملي نيولوك، بس الزفت ده لا. يعني حضرتك ما عندكيش مانع اعمل اي حاجه؟ انا عارفه ان بنوتي يا حبيبتي كلاس محترمه وبتعرف ربنا، ولا يمكن تعمل حاجه غلط. الراجل ده كذاب، واللي بيعمله غير اللي بيقوله. اساليني انا. ممكن اتكلم معاكي بصراحه يا فوزي؟ طبعا يا حبيبتي. فؤاد ده حاله غريبه تجنن، ودافن نفسه بالحياه مع اللي عايش معاها دي اللي عامله نفسها ام المصريين. بس بيحبها. هي اللي مكلبشه فيه بايديها واسنانها، ما هي البلد مليانه من عينتها. لكن فؤاد اخويا بقى فلته، نوع نادر من الرجاله. انا عارفه فؤاد اخويا كويس، نفسه في حته عيل يشيل اسمه، لكن عامل حساب الست. هو الجواز يعني عيب ولا حرام يا فايزة؟ فؤاد أخويا ما بيقدرش يجرح أي حد وبيخاف من الخيانة، مش قلتلك نوع نادر وجوده؟ ياه يا فايزة، أنا كنت فاكرة فؤاد خالد قبل ما أشوفه دون جوان ومقطع السمكة وديلها، أتاريه حاجة تانية خالص. بس مش معنى كده بقى إن وشك كسوف، لا ده دبور كبير قوي بس على تقيل. يا سلام. بصي بقى يا حبيبتي، أنا حبيتك قوي والموضوع اعتبريه منتهى. طب حبيتيني وعرفناها، انما موضوع ايه بقى اللي منتهي؟ اظن احنا فاهمين بعض كويس. لا بجد، تقصدي ايه؟ انت عينك من فؤاد وارتباطكم ببعض مصلحه ليكوا انتوا الاثنين. جواز ايه بس، انا لسه صغيره. يعني قصر في نظر؟ طب افرضي ان انا وافقت، بابا هيوافق؟ بابا دلوقتي في اللحظه دي بيتعمل له غسيل مخ على اعلى مستوى. غسيل مخ؟ مع مين وفين؟ مع شافعي جوزي. عندك مانع ولا ايه؟ يعني عايزني اجوز بنتي الوحيده لراجل قد ابوها وتقول لي مصلحه؟ يا سيدي طز في المصلحه دي بالذات. طب ايه قول سعادتك لو عرفت ان مدموزيل رنا سعيده وموافقه على الجوازه دي يا باشا؟ وانا موافق كمان انها تشق طريقها في الفن، لانها غاويه الحكايه دي، لكن مشروع الجواز ده حاجه تانية خالص. يا باشا انا قصدي احميها. ويا ترى راي فؤاد بيه ايه في الموضوع ده؟
لا من الناحيه دي اطمئن وما تحملش اي هم خالص. ده فؤاد على الرغم من سنه ده ما زال معشوق البنات والستات. انت ليه يا شافي عايز تخلط موضوع الشغل بالجواز؟ انت مش مكفيك انك مرتبط بيا في البيزنس، عايز تربطني بيك كمان في النسب؟ يا باشا ده شيء يسعدني ويشرفني، وبعدين انا بعتبر نفسي واحد من العيله، وعشان كده بفكر في مصلحه المدمزير رنا بصوت مسموع قدام جنابك يا فندم. والدكتوره مرات فؤاد، ما انتوش عاملين حسابها؟ يا باشا هي بالنسبه له خلاص بقت منتهيه الصلاحيه، وبعدين مدمزير رنا محتاجه الخبره ورعايه هتلاقيها عند فؤاد، وحتى فؤاد نفسه محتاج يجدد شبابه وحياته. شافعي اذا كنت فاكر التجربه الفاشله الكئيبه اللي مرت بيها رنا بنتي، ورقه ضغط عليا تلوي بيها دراعي عشان توصل للي انت عايزه، تبقى غلطان. انا بحذرك تتكلم في الموضوع ده تاني. لا يا باشا حضرتك فهمتني غلط، انا يعني كل قصدي ان لما المدموزير رنا تتجوز ويبقى ليها زوج يحميها وتعيش معاه في امان، انت كمان تشوف نفسك وتعيش حياتك، وبكره لما المدموزير رنا اسمها يكبر ويلمع هتبقى واجهه حلوه قوي، ونقدر نعمل شغل بيها على اعلى مستوى، ويبقى كده انت ضربت كل العصافير بحجر واحد. وفي الاول وفي الاخر حضرتك يا باشا اللي كسبان، واحنا برضو هنكسب من وراك. خلاص البنت بقت متعلقه بيه على الاخر. وانا بالنسبه لي عملت اللازم وزياده مع ابوها. لا لسه شويه. لسه ايه تاني يا فايزه؟ لازم الست الدكتوره ترفع الرايه البيضه وتقول حقي برقبتي. ازاي؟ مش فاهم. اقلب لها دماغها. الو. خديها مني نصيحه، جوزك خلاص ما بقاش تبعك، بيحب بنوته صغيره زي القمر ومش شعلق بيها موت. مين معي؟ مش مهم انا مين. مين اللي بيتكلم يا ستي؟ اعتبريني واحده فعلت خير تهمها مصلحتك، يعني سيبيه انتي قبل ما يسيبك عشان كرامتك. مين اللي بيتكلم؟ انتي ست ليها كرامتها وليها مركزها وسمعتها، فكري في كلامي كويس. لا إله إلا الله. مالك يا دكتورة؟ المكالمة دي غيرت مزاجك؟ لا لا مفيش حاجة يا معنتر. مفيش ازاي يا دكتورة؟ أنا سايباكي زي الفل، على ما جبت الشاي وجيت لقيت مزاجك متقدر وشايلة الدنيا على دماغك. مفيش. واحدة ست اتكلمت دلوقتي في التليفون وقالت لي شوية كلام فارغ. حضرتك تعرفيها؟ لا معرفهاش، لكن قلبي بيقول لي إنها إنها مين يا دكتورة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ست هاني مش كده، ارمي حمولك على الله، ده محدش بيسيب حد في حاله. أنا مش فاهمة هما ليه عايزين يدمروا حياتي؟ الضرب حواليها من كل ناحية، في الجامعة، في الجمعية، حتى في البيت.